أكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية مونينغ الخميس أن الصين ستنشر معلومات في الوقت المناسب بشأن إقالة وزير الخارجية تشينغانغ من منصبه، مشيرة أن الخارجية قد أصدرت معلومات حول التغييرات الأخيرة في الموظفين في الوقت المناسب. مونينغ شددت خلال اللقاء الصحفي الدوري أن بكين تعارض بشدة ما أسمته الضجيج الخبيث الذي أعقب إقالة وزير الخارجية تشينغانغ وموجة التكهنات التي انتشرت بشأن أسباب إعفائه من منصبه. تم الإفراج عن المعلومات ذات الصلة بالتعيينات والفصل في الوقت المناسب من الجانب الصيني. نحن دائما نعارض الضجيج الخبيث المحيط بهذه المسألة.